السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. شكرا لكم على دعمكم ليا ولدعمكم لحفيدي أيضا يوسف. شاكرين الأفضال، شاكرين الأفضال، شاكرين الأفضال. نخش على طول في الموضوع النهاردة. حسن وإخواته وكده والعيلة يعني عاملين كان تحدي اللي هو 24 ساعة بدون كهرباء. يعني هو تياله ان هو يعني ازاي مش قادر واوفر، انا بقدر مش بقدر قوي، انا مش متخيل اعيش ازاي من غير كهرباء من غير موبايل. ايه ده يا جماعه، ايه ده يا جماعه، ايه ده؟ انت ما شفتش مصر؟ ان كان الوالد كان عاقل جدا وهو بيقول له انا عشت فتره يا ابني مندي كبيره جدا يا ابني اللي وبعد ايه لنطه الجاز دي هي بتعمل تتكسر تتعمل اللنطه دي يا استاذ اللي طلعت زويل، اللي طلعت الدكتور مجدي يعقوب، امهر طبيب على العالم في القلب، في القلب المفتوح دي اللي طلعت رفاعي رافع الطهطاوي، دي اللي طلعت نجيب محفوظ، دي اللي طلعت الرئيس جمال عبد الناصر، دي اللي طلعت مصطفى كامل، دي اللي طلعت محمد فريد، دي اللي طلعت سعد باشا زغلول، دي اللي طلعت احمد عرابي، دي اللي طلعت كل العباقره، توفيق الحكيم، حد انا مش عايز اقول حد علشان ما انساش حد، دي اللي طلعت عمر مكرم ومحمد كريم. حرام حرام يبقى احنا، واساسا احنا عشنا الفتره اللي في حرب الاستنزاف وحرب 73 وبدايه 67 ومدن القناة. اسأل أبوك، اسأل أبوك، كنت في بورسعيد في سنة 67 وفي حرب الاستنزاف، لو كان معاك 100 جنيه فضة كنت تقدر تعدهم من القنابل اللي بتنزل على بورسعيد والسويس والإسماعيلية وبور توفيق وبور فؤاد، وكانت كل البيوت في المدن الثلاثة بتندهن زهرة، الزهرة اللي هي الزرقاء، علشان لو قادوا لندا وما كانوش يقدروا يقادوا لندا حتى سهاري خوفا من القصف الإسرائيلي عليها. واللي انت ما تعرفوش لانك واضح ان انت ما قريتش حتى مجلة ميكي ماوس، حتى مجلة سمير، حتى المغامرون الخمسة تختخ والمفتي السامي ونوسة ولوزة والجماعة دول، ان كل مدن القناة أهلها تهجروا في حرب الاستنزاف. كل أهالي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وبور توفيق وبور فؤاد كلك نزلوا، اللي راح كفر الشيخ واللي راح الشرقية واللي راح البحيرة واللي راح اسكندرية واللي راح القاهرة نتيجة القصف. تم تخيل كده أهلك مش بقى قاعدين بقى في الضلمة، لا كمان بيتهجروا، بيتهجروا. دي مصر، مصر اللي عشنا فيها، اللي كانت في الكهرباء، حتى في الكهرباء في السبعينات لما كان بيبقى فيها كهرباء كانت بتيجي 3 ساعات في اليوم وطول النهار بتبقى طافي، كلنا عايشين على لمبة الجاز اللي هي الخمسة، أنا كنت هنا 5 واط، واللمبة التانية اللي ذاكرنا عليها كلنا وكان بيبقى ريحتها سولار، ريحتها جاز، وأمهاتنا طبخت بالجلة، الجلي الجلة يعني، الناس هيبقوا الكبار اللي عندك عارفين يعني إيه الجلة. الحمام يا سيد الفاضل كان عبارة عن نص متر في متر، نص متر، لا شان نص متر في متر، والتداخل لازم تسد مناخيرك لأنه كان بلدي، والقعدة بتاعته من تحت كانت ممكن تبقى شالية اللي بينزل فيها الفضلات البراز يعني، أو بربخ، ما كانش فيه الحاجات الصحية اللي انت بتشوفها دي، وما كانش فيه مية، يعني انت بتشطف نفسك بالكوز، تفض على نفسك كوز عشان تنظف نفسك بعد ما تقضي حاجتك. وكان الحمام ما فيش دش ولا اساسا متركب له حاجه اسمها دش، كان في حاجه اسمها ابريق، وتيجي لو انت تحمي نفسك بالكوز، او لو راجل ها زوجته تخش وتمرشه بالليفه، وكان بيبقى في حته طوبه حمراء عشان تدعكه. زمان كانت الست ست مش زي الايام دي اللي انتوا شايفينهم اللي رايحين هنا وهنا. دي مصر، دي مصر، واحنا مش هنسلخ نفسنا منها وهنعمل ولاد بشوات
وهنعمل ولاد كاظم باشا وهنكر باشا. ما انتوا شايفين اللي عاملين ولاد كاظم باشا وهنكر باشا، دي مصر اللي احنا تربينا فيها. انا عشت طول عمري بيتنا وانا صغير، وكنت عيط وكان ابويا يقول لي معلش، يقول لي ما تقيدش النور، اوعى تقيد النور لان القصف ممكن يحصل على البيت. عشت البيت كلته متهون بالزهرة، لان كان الطيران الاسرائيلي بيخترق قبل ما نعمل قواعد الدفاع الجوي. الحصينة اللي عملها الله يرحمه عثمان احمد عثمان وشركة المقاولين العرب، الف رحمة ونور على المهندس عثمان احمد عثمان رئيس شركة المقاولين العرب، هو ده اللي عمل منظومة الصواريخ اللي حمت مصر بعد كده من الاختراقات الإسرائيلية. كان الطيران الإسرائيلي بينزل يخترق حاجز الصوت. القنابل اللي كانت بتنزل على مدن القناة التلاتة أجهضت أكتر من 10,000 امرأة، أسقطت الجنين. مقولة، أيوة دي مصر، مصر اللي محدش قالك عليها، اللي انت فكر انها أكل. تعمل كفتة هحط لكم مش عارفين في وسطها، مرتين تاكلوا لحمة، مرتين تاكلوا لحمة يا اخوانا، مرتين. هي حياة المصريين اكل لحمة لحمة لحمة، ما رعتوش ناس بقالها شهر والله ما دقت اللحمة، شهر ما راحوا عند الجزار. طب والله في ناس بتقعد بالست اشهر ما بتروح للجزار وبياكلوا هياكل الفراخ اللي هي الارجل والجناحة والكلام ده، اسمها الهياكل. خلاص ده بيقولوا الأكل والنوم ده عورة، عورة مش حاجة يعني. ده أنا ووالدتي الله يرحمها ويحسن إليها كانت تقول لي ما تاخدش الكوبابية وتطلع بها في الشارع، أنت مش عارف ابن الجيران، يا إما تروح تديها لابن الجيران، ما أنتش عارف أمه جابت له عملت له كبابي ولا لا. ما علينا، خلصنا نخلص الموضوع ده ونخش على طول، لأن كله كله ما فيش غير بهيرة 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 بقى عاملة يعني إيه. لقيتها بتقول له، بتقول هي أنا كان من زمان نفسي أروح دهب وأنا بكلم صالح. من زمان إمتى؟ قال هو أنت تعرف صالح من إمتى؟ من زمان قوي. ده انت لسه متطلقه يعني، ما فيش ايام بسيطه قوي ده، بس بتقول من زمان واحنا متفقين وكلام من ده وبتاع، وانا هقعد يعني 10 ايام والفيلا هي بتورينا، وكان بندق قاعد حتى. ودي واحده تقول لاخوها الحيوان يعني، سوري في التعبير، تقول لاخوها اللفظ ده؟ يعني انا يعني مش عارف، انا والله في واحده تقول لاخوها اللفظ ده؟ ما اعرفش، ما سمحتوش عمري. ده انا اخوات البنات اللي اكبر مني بعشرين سنه بيبوسوا ايدي، بيبوسوا ايدي، اللي اولادهم مستشارين ورؤساء محكمه عاملين موجودين في المحاكم، لما بيجوا بيسلموا عليه وبيبوسوا ايده، بيعتبروني ابيه زي ابوهم. ما علينا، الفيلا دي ما قلتلناش يعني، ما هو احنا تطفل مننا، اعتبريه تطفل. الباشا صالح عطاها لك مقابل ايه؟ ما هو انتوا لسه لا مخطوبين وبابا معترض وانت مصممه يعني، هو بيقول العده دي حاجات يعني. العده والكلام ده احنا مش بتوع عده، احنا بتوع عدد على طول. فانا عايز اعرف يعني ايه المقابل مثلا لو كان عطاها لك، ولا هيطلع ان ده فيك. وفي الاخر طبعا انا ما اقدرش اسيب مصر، أنا من البلد دي، أنا من البلد دي، ويطلع بهيرة الوطنية، بهيرة اللي رفضت الملايين، بهيرة رفضت تهاجر مع صالح نظرا لحبها للجماهير، مع عبودة اليويو الأولى ومحطمة قلوب العزاء يعني. والكلام الكبير، إيه ده؟ إيه ده؟ هيحصل. أنا بقول لكم أهو، لو تمت الجوازة دي، لو تم حقلع الكاب وأحلق أخف شنبي، لو تمت الجوازة دي، أنا اللي بقوله هو براهن عليه. إزاي تقولي على أخوكي الحيوان اللي قاعد ده؟ تشبه إنسان بحيوان أخوكي ده؟ أنتوا بتوصلوا رسالة حلوة أوي والله، ده أنتوا بتوصلوا رسالة كيفية الأخت
تعامل أخوها. ده كويس أوي. كل التحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.